سكايب من بغداد ينضم إلينا الكاتب والمحلل والسياسي واثق الجابري، أهلا ومرحبا بك. على ماذا يراهن الإطار التنسيقي الآن فيما يخص الكتلة الأكبر مع إصرار التيار الصدري في مشروعه الأغلبية الوطنية؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. يعني الإطار التنسيقي ربما يعتقد أن لديه عدد مقاعد تؤهله إلى أن يكون الكتلة الأكبر، سيما بعد تفسير المحكمة الاتحادية بأن هذه الكتلة تقدم إلى رئيس الجمهورية، أي أنها أتاحت فرصة لبعض من التفاهمات والحوارات بين القوى السياسية. وربما يراهن يعني جانبين، جانب مرة يعتقد أنه يستطيع أن يجمع عدد من المقاعد بالإضافة للمقاعد التي أعلنها سابقا، أو يعتقد أنه ربما يأتلف مع التيار الصدري بوجود بعض الحوارات الموجودة بين الطرفين. الآن هم يقولون أن بعض الحوارات موجودة من الطرف الصدري، وأن بعض القضايا والخلافات التي موجودة بين الطرفين هي تم حلحلتها إلى طرق يمكن أو مراحل يمكن التوصل إلى نوع من التفاهمات، لذلك هم يراهنون على هذه القضية. يعني يراهنون على الوقت في يعني لكسب كثير أو لكسب إذا سميناها التحالفات القريبة، تحالفات اللحظات الأخيرة. نعم، يعني هي ربما هي بعض التحالفات ومنها بعض التفاهمات التي كانت سابقا، لكن كما يرون أن أيضا تفسير المحكمة الاتحادية الذي اشترط أن تعقد جلسة رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء البرلمان، طبعا هذا عزز موقفهم، لذلك يقولون أن الأغلبية هي تحتاج الآن إلى ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل إجماع وتفاهمات بين هذه القوى. ثم طرحوا المبادرة التي دعت إلى نوع من الحوارات، وهذه المبادرة اليوم عززت أيضا بطلب من رئيس الجمهورية الدكتور برهان صالح الذي دعا إلى مزيد من الحوارات. وكذلك كل القوى تنظر يعني إلى طبيعة الخلافات اليوم بين القوى الكردية، وترى أن لا بد من إيجاد أرضية مناسبة وتفاهمات بين القوى السياسية، وإلا لن نستطيع لا انتخاب رئيس الجمهورية ولا حتى تشكيل حكومة. طيب ماذا عن المفاوضات مع التيار الصدري؟ هناك مصادر تتحدث عن أن الصدر قد يرفع تجميد المفاوضات قريبا، برأيك هناك انفراجة جديدة وقريبة أم أن الأمور تتجه إلى انسداد سياسي جديد؟ لا، هي آخر مفاوضات كانت يعني أو بعد زيارة السيد الحلبوسي والسيد نجربان إلى النجف الأشرف إلى السيد الصدر، كان هنالك ربما يعني طرح من الطرفين على السيد الصدر بأنهما لا يستطيع المضي مع الصدر لوحده، أو بحاجة إلى يعني مزيد من التفاهم والتفاوض مع الإطار التنسيقي. وكان رد الكتلة الصدرية بأن يدخل يعني جزء من أعضاء الإطار بغض النظر عن انتماءاتهم بحدود 40 إلى 50 نائب، وبالتالي تمضي العملية السياسية. لكن قوى الإطار التنسيقي هي رفضت أن تدخل إلا أن تكون مجتمعة، وبالتالي هذه القضية تحتاج أيضا إلى مزيد من التفاهم. وبما أنه لحد الآن لم تحدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أعتقد هذا الوقت الضيق ربما هي اعتادت القوى السياسية في كثير من الأحيان أن تكون تفاهماتها أو ربما اتفاقاتها في اللحظات الأخيرة. طبعا أكيد اتفاقات اللحظات الأخيرة هي لا تعطي نتائج مدروسة بشكل كامل. يعني تتفق أن اللحظات الأخيرة والتفاهمات اللحظات الأخيرة قد تغير المشهد السياسي الحالي؟ نعم أكيد، هي هذه مراهنات القوى السياسية، لكن أنا قلت أن التفاهمات اللحظات الأخيرة عادة لا تكون بالمستوى المطلوب الذي يرتجيه الشارع العراقي، لا تكون على لا تستند إلى قواعد يعني راسخة في العمل السياسي، وقد تكون مجرد تفاهمات أو اتفاقات لمرحلة ثم قد تنهار هذه التفاهمات بعد تشكيل الحكومة. طيب برأيك هل ستؤثر أزمة النفط والغاز يعني بين الإقليم والمحكمة الاتحادية على مسار الكتلة الأكبر وتداعياتها؟ نعم، يعني أكيد هذه أثرت بشكل واضح. أولا أثرت يعني مرة يعني بين القوى يعني المركزية ويعني بين حكومة المركز والإقليم من جانب، الجانب الآخر بين القوى السياسية المختلفة وقوى كردستان
والمرة الثالثة بين قوى كردستان فيما بينها كانت لها مواقف متفاوتة عن طبيعة القرار، وبالتالي اليوم يعني يعني هنالك بعض المواقف المتشائمة عن طبيعة العلاقات الكردية التي وصلت في بعض منها إلى مرحلة كسر عظم، وبالتالي إن لم يتفق الكرد على يعني مجتمعين يعني سواء في تشكيل الحكومة في قضية النفط والغاز، وهذه أضافت إلى طبيعة التعقيد بنوع العلاقات بين هذه الأطراف، بالتالي التفاهمات الكردية هي مهمة ومفصلية وهي ركيزة أساسية للانطلاق إلى المراحل الأخرى. نعم، الكاتب والمحلل السياسي واثق الجابري، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.